أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد. صلوات صلى على محمد علي بن أبي طالب. صلوات ربي على فاطمة الزهراء الحسن بن علي الحسين بن علي زين العابدين لأئمة المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد. هو الإمام الحسن العسكري ابن الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأمه هي السيدة الفاضلة الجليلة السليل، وقيل اسمها سوسن وقيل حديث، والأول أشهر به ذكرها الإمام الهادي عليه السلام بقوله: سليل مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس، وسيهب الله لها حجة على خلقه. وكانت أم ولد من بنات الملوك، وقد استوعبت الإيمان والصلاح والورع والتقوى وعلوم الإسلام وأحكام الشريعة، حتى صارت مرجعا للناس بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وغيبة ولده المهدي عليه السلام لعدة سنوات، في المسائل والمشاكل وسائر الحوائج الدينية. وكان مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو مفتاح الأبواب، مذلل الصعاب، نقي الجيوب، بعيد الريب، بريء من العيب، أمين على الغيب، معدن الوقار بلا شيب، خافض الطرف، واسع الكف، كثير الحياء، كريم الوفاء، عظيم الرجاء، كثير التبسم، جميل الترنم، جليل التنغم، سريع التحكم، كنيته أبو محمد، وألقابه الصامت، الهادي، الرفيق، السراج المضيء، الشافي للمرضى. أما عن مولدي فيقول شيخنا العاملي قدس سره شعرا: أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام، أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. صلوات صلى على محمد علي بن أبي طالب. فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين لأئمة المعصومين. مولده الشهر ربيع الآخر، وذاك في اليوم الشريف العاشر، في اليوم الثاني وقيل الرابع وقيل في الثامن وهو الشائع. وكان عليه السلام رجلا أسمر اللون، جيد البدن، حسن القامة،
جميل الوجه حدث السن له جلالة وهيبة. قال الراوي: دخلت سر من رأى وأتيت إلى الحسن العسكري عليه السلام فرأيته جالسا على بساط أخضر ونور جماله يغشي الأبصار، فأمرني بالجلوس فجلست وأنا لا أستطيع النظر في وجهه إجلالا لهيبته. قال خادم العسكري: إذا نام سيدي أبو محمد بن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد رأيت النور ساطعا من رأسه إلى عنان السماء، وكان عليه السلام أزهد أهل زمانه، وكان لباسه الخشن من الثياب ويلبس فوقهم ثيابا بيضاء ناعمة إذا برز للناس. قال كامل ابن إبراهيم المدني: دخلت على سيدي أبي محمد ابن النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، فنظرت إلى ثياب بيضاء ناعمة عليه فقلت في نفسي: ولي الله حجته يلبس الناعمة من الثياب، ويأمرنا بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله. فعلم عليه السلام ما في نفسي فحسرا عن ذراعيه، فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال متبسما: يا كامل، هذا لله وهذا لكم. وكان عليه السلام قليل الأكل. قال محمد الشاكري وهو مولى لأبي محمد ابن نبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، كان سيدي أصلح ما رأيت من العلويين والهاشميين، وما رأيت قط أسدى منه يتحف إليه الفواكه من التين والعنب والخوخ، فيأكل منها الواحدة والاثنتين ويقول لي: خذ هذا يا محمد إلى صبيانك. فأقول: هذا كله؟ فيقول: نعم خذه. وكان يجلس في المحراب ويسجد فأنام وأنتبه، ثم أنام وهو ساجد. قال أحمد بن عبد الله بن خاقان وهو من المخالفين: ما رأيت أنقع ظرفا ولا أغض طرفا ولا أعف لسانا ولا أوسع كفا من الحسن العسكري عليه السلام. وسمعت أبي يقول: لو زالت الخلافة من بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غيره لفضله وعفافه وصلاته وصيامه وزهده وأخلاقه، ولقد أظهر من المعجزات والكرامات ما تتحير فيه العقول، وهذا مما جعله عرضة للحسد والحقد من أعدائه والخوف من التفاف الناس حوله واطلاعهم على فضائله ومكارم أخلاقه، فكانوا حريصين على كل الحرص على إبقائه سجينا حتى يبعدوه عن نسائه لكي لا يحصل له ابنه المهدي الموعود
بإقامة دولة الحق وإزالة دول الباطل والظلم. ولكن خاب سعيهم وخاب ظنهم وولد له ابنه الإمام المهدي المنتظر عليه السلام دون علمهم، وستره الله عنهم، فلم يظهر لهم إلا لما صلى على جنازة أبيه ولما عرفوه وأرادوا القبض عليه أخفاه الله عنهم. وهكذا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأما فضله ومقامه عليه السلام فلقد عرف الناس فضله وروه الكثير من كراماته وعلومه وفضائله ما لا يسع المقام لذكره بالتفصيل، حتى أصبح العدو والصديق يعترفوا بفضله ويخضعوا لجلالة قدره وعلو مقامه. ومما يروى عن خدماته الجليلة لأمة جده النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد أن المطر تأخر سنة عن سامراء حتى شك الناس العطش والقحط، فصار الناس يخرجون بزعامة الخليفة العباسي لصلاة الاستسقاء فلا يجاب لهم إلا أن خرج النصارى بزعامة عالمهم الجاثليق. وإذا السماء تهطل بالمطر فمجرد أن رفع الجاثليق يده بالدعاء نحو السماء فعظم ذلك على المسلمين، وشك بعضهم وما لآخرون إلى دين النصارى. فاضطرب الخليفة العباسي وأرسل إلى الإمام الحسن العسكري وهو في السجن وقال له أدرك أمة جدك النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، فإن الأمر كذا وكذا. وخرج عليه السلام في اليوم التالي إلى الاستسقاء، وخرج النصارى أيضا، فأمر الإمام الحسن عليه السلام بعض أصحابه أن يقبض على يد الجاثليق ويأخذ ما فيها. فلما رفع الجاثليق يده للدعاء قبض الرجل على يده وأخرج منها قطعة عظم أسود، فانقشعت الغيوم وطلعت الشمس وعلم الناس أن المطر كان من أثر ذلك العظم. وقد نقل أن ذلك العظم كان عظم نبي من أنبياء الله حصل عليه هذا النصراني، ومن خواص عظام الأنبياء إذا كشف عنها تحت السماء تهطل عليها السماء بالمطر. وبذلك زال الشك وظهر الحق، وصلى الإمام عليه السلام صلاة الاستسقاء فسقاهم الله الغيث. أما عصره عليه السلام فكانت الدولة العباسية في عهده قد تفشى فيها الوهن والضعف وهيمن فيها الجند، وكان أغلبهم من الأتراك على عامة مرافق الحكم، فصاروا يعزلون خليفة وينصبون آخر حسب مزاجهم، وانتشرت الفتن والقلاقل والاضطرابات.
في أنحاء البلاد. وكان الإمام الحسن العسكري عليه السلام يشكل أكبر الخطر في نظر الحكام، وأنه السبب الرئيسي لأكثر تلك الاضطرابات، ولذا كانوا يمارسون ضده أنواع الضغط والإرهاب من سجن واعتقال ومراقبة مستمرة ليلا ونهارا عليه وعلى كل من يدخل عليه أو يصل إليه أو يتصل به. ساعة الولادة، ولذا سيدنا ومولانا أبو محمد الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم الجمعة العاشر من ربيع الثاني، وقيل في اليوم الرابع، وقيل في اليوم الثاني أو الثامن منه، والمشهور هو ما ذكرناه أولا والله أعلم. وكان مولده عليه السلام في مدينة سامراء، وقيل في مدينة جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا مستمعين النظام، استعدوا للقيام إذا ولد الإمام. قالت أمه: لما وقعت في الطلق والبيت قد امتلأ نورا والملائكة تصعد وتهبط حولي وأنا لا أشعر بوجع ولا ألم، بل أشعر بالراحة والخفة والسرور. تقول سوسان: في الليلة التي ولد فيها ابنها العسكري رأت نورا شعشعاني في البيت الذي هي فيه، لم يره غيرها وكانت تشعر بالراحة والانشراح. وحولي بعض النسوة كعمة الإمام وأخته، تقول عمة الإمام: فأخذتني فترة وأخذتها فترة. تقول سوسن: فإذا قد وضعت بولدي أفضل الصلاة والسلام علي يا رسول الله محمد وعلي محمد، صلوات صلى على محمد علي بن أبي طالب، صلوات ربي فاطمة الزهراء، الحسن بن علي، الحسين بن علي، زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، وكل بيان، والحاضرين والمستمعين، الله يعودكم إن شاء الله.